آخر هناك كتب صوتية. الدكتور سيف الهادي يقول لي تقريبا في الأسبوع أنتهي من قراءة أو من استماع كتاب لكتابين من هذا الكتب صوتية متوفرة على اليوتيوب. كتاب كامل يقرأ صوتيا وأنت ممكن تسمعه وأنت رايح للعمل وأنت جاي من العمل. كتاب كامل يقرأ، تقرأ كتاب كامل موجود صوتي، هو الكتاب هذا قرئ من أشخاص محسنين جزاهم الله خير، يعني قدموا لنا هالهدية، كتاب بالكامل مقروء، يعني كتاب 200 صفحة تقريبا في حدود 5 ساعات، تقريبا كتاب كامل في حدود 5 ساعات. فأنت تنزل 5 ساعات، يعني إذا قسنا قضية رحنا الدوام وجينا في أسبوع نحن نخلص كتاب. تستمع، أنا خبرتكم دكتور سيف يقول أنا تقريبا كل أسبوع أنتهي من قراءة، هو رايح الجامعة وراجع، أنتهي من استماع كتاب كامل إلى كتابين. فنعمة، أو أنك أنت تمارس الرياضة مثلا أو شيء من هالقبيل، يعني تحط السماعة وتسمع الكتب. فمعظم الكتب اللي هي منتشرة موجود منها صوتي. موقع جملون هذا موقع فيه معرف، إذا ما كنت مبالغ، 1,000,000 كتاب أقل أكثر، في معظم الكتب تطلبه ويجيبوا لك إياه إلى البيت وبسعر منافس ورائع، سعر يعني موقع موجود ومعروف.